احنا دابا في اطار نشاط من ضمن تعرف الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام. هاد الورش هذا هو ورش تكويني تحسيسي اللي كيهدف كيفاش المناضلين هل في اطار الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام كيفاش كلهم يتقووا في مجال الماليه العموميه، في مجال الشفافيه، تدبير الشفاف في الماليه العموميه، كيفاش يمكن لهم يتملكوا يكسبوا ادوات اللي غادي تجعلهم اكثر قدره في التحليل، في المتابعه ديال ما كل ما هو يرتبط بتدبير المال العام سواء على المستوى المحلي او على المستوى الوطني. كنعرفوا بان مسألة ديال الولوج او الوصول للمعلومة في هذا المجال هذا هو مجال اللي هو صعيب، كيتطلب باش الانسان يكون عنده واحد تكون عنده قدرات معرفية وربما حتى تطبيقية، فباش يمكن مثلا المجال الضريبي على سبيل المثال، المجال مثلا ديال الصفقات العمومية، النفقات العمومية بشكل عام، المجال ديال الحسابات الخاصة، هذه كلها مجالات اللي شوية معقدة ولكن ماشي صعيبة، وربما هذا النشاط اللي حنا منظمين هو باش نتزاوجوا هذه الصعوبة، باش يعني الأطر، باش المناضلين تكون عندهم كفاءات باش يمكن لهم يوصلوا للفهم وفي نفس الوقت تكون عندهم يقوموا بالدور ديالهم يعني ديال التوعيه، دور كذلك ديال الكشف ديال التحليل ديال واحد العدد ديال الاشياء، امكانيه قراءه اشياء اللي كتوقع بالفات. هذا هو دونك هذا هو الغرض من هذا اللقاء ان شاء الله. واليوم بالضبط غادي نخصصوه لواحد الشق اللي هو اساسي اللي عنده علاقه بالمنظومه الجبائيه المغربيه. شكرا. في هذه المنظومه هذه بنقاط الضعف ديالها، بنقاط القوه، وبشكل غادي نحاولوا نبرمجوا سلسله بهذا الشكل هذا، كل لقاء يكون كيتطرق لواحد الجانب، لواحد الشق معين في الماليه العموميه. شكرا استاذ. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.